تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدات له على موقع تويتر إن القرار القطري بإعادة السفير إلى طهران تصاحبه حملة تبرير واسعة ومرتبكة. وأكد قرقاش أن قرار إعادة السفير القطري إلى إيران يمثل حالة الاستدارة التي تمارسها قطر في موقفها تجاه اليمن وإيران. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية أن القرار السيادي يجب ألا يكون خجولا مرتبكا، لكنها المكابرة والمراهقة التي تجعله كذلك. حين يكون الإعلام أداتك الوحيدة يصبح التبرير ضجيجا غير مقنع. أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 1,400,000 مسلم وصلوا من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، وجاء أغلبهم عن طريق الجو، ويتوقع يبلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من 2 مليون شخص بحسب السلطات، علما بأن نحو 1,800,000 مسلم أدوا المناسك العام الماضي. تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من استعادة السيطرة على حي المعلمين ثالث أحياء تل عفر في إطار المعارك المستعرة مع أفراد داعش. وأوضح مصدر عسكري أن قوات مكافحة الإرهاب استطاعت الوصول إلى مشارف حي النداء، فيما تواصل قوات الشرطة الاتحادية تطهير المناطق المتبقية من حي الوحدة، فيما أفادت مصادر من أن القوات العراقية تقترب من السيطرة على جنوب قضاء تل عفر بالكامل. دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20,000 مدني محاصرين في مدينة الرقة السورية بالخروج منها. وحثت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية في المدينة. وأشار مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إلى ضرورة عدم المغامرة بتعريض الفارين لضربات جوية لدى خروجهم. قتل 5 أشخاص بكمين نصبته جماعة بوكو حرام شمال شرقي نيجيريا بعد أيام من تفجيرات انتحارية أودت بحياة 28 شخص وفق ما ذكرت مصادر محلية. وتعرضت قافلة شاحنات كانت تحت حراسة عسكريين تقاتل ضد بوكو حرام لهجوم في قرية ميلاري في مقاطعة كوندوغا التي استهدفت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة. أوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ريال مدريد حامل اللقب في مجموعة قوية إلى جانب بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، فيما فرض صداما قويا مبكرا بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني. نهاية الموجز، في أمان الله.